نحن جايين نطلب حقنا، نطلب كمازوت مواد جزئية أولية. عم يحطوا لنا الغام عطارين عليك قدامكم، حاطينها قدامنا. أي ولد أي مرة تدعس عليه بينفجر بوشه. نحن جايين نطلب مدنية، كلها مدنية عم تطلب بحق، كان مازوت كان طحين كان خبز، ما عم يوصلوا يتأملنا. حاطين لها الغام عطارين عشان ما نمر. وي حالتهم ليكم، لا واقفين مع حدا وكلهم بواريد وحوالينا، يعني كانوا نحن إرهابيين جايين لهون، ونحن مواطنين سوريين مهاجرين من عفرين لهون جايين طالب بحقنا، يعني ما أكثر من هيك. كلها مدنية وما في حدا يعني انه له علاقة بشيء عسكري حتى ما يعطونا حقوقنا. ونحن اخيرا واولا مدينة عفرين تابعة لسوريا، لحتى ما عم يعطونا حقوقنا. نحن ما انا ارهابية هون، ونحن مهاجرين، وهذا فشل من 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 كدولة، فشل اتجاه اي انسان مدني عم يعمله. لو نحن والله مخربين كانوا عطونا، ليش؟ لانه عم نخرب البلد. نحن اولا وقالبا مع شعبنا، شعب عفرين، كنا مهاجرين كلياتنا اخوات نسوان ورجال واطفال، كلهم جايين لهون بيحطوا لنا الغام، بيحطوا لنا قناصين، وبيصورونا من بعيد عشان على الحواجز اللي قطونا.